الموبايل ده متوقع يجي مصر قريب جدا 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 باسم مختلف عن الاسم اللي هقوله لك في الفيديو ده. ولكن خد بالك مبدئيا كده الموبايل ده باع 270 ألف نسخة في أول ساعة بس من صدوره. هو ليه الموبايل ده باع 270 ألف نسخة في أول ساعة؟ وإيه اللي الموبايل ده بيقدمه؟ واسم الموبايل ده ايه؟ والموبايل ده اتسعر بكام عشان يبيع الرقم المهول ده؟ قبل ما اجاوبك على اي حاجة انزل ادعى زرار اللايك، كسر زرار الاشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك منا دايما كل جديد. اما دلوقتي خلينا نخش في تفاصيل الفيديو مع هذا الموبايل المرعب اللي لو فعلا اجا مصر قريب هينهي على المنافسة بشكل كبير. ده بل اصلا مش هيبقى فيه منافسة ما بينه وما بين اي موبايل تاني حرفيا. اهلا وسهلا بكم، انا محمد ودي قناة امك ريفيوز. والموبايل المقصود هنا في الفيديو هو موبايل جديد من شركة شاومي كالعادة، الشركة اللي بتحطم الارقام بشكل مهول، وهو اكيد ريدمي نوت 11 تي برو. اول سؤال حابب اجاوبك عليه، ليه الموبايل ده باع الكمية المهولة دي؟ واول حاجة حابب اقولها لك هو التسعير. الموبايل تسعيره بره كان حوالي 250 يورو، يعني تقريبا 5000 وكسور بالمصري، وده رقم ممتاز قصاد الحاجات اللي انا جاي لك فيها دي. وركز معايا بقى كده واحدة واحدة في الفيديو. الموبايل ده بيجي بمعالج احنا سمعنا عنه في موبايل من ريلمي، الموبايل ده كان موبايل ممتاز خطير اتعلن عنه برضه بره وباع ارقام مهولة، وكنت عملت عنه فيديو كامل. لو لسه ما شفتش الفيديو هسيبه لك هنا في الاية فوق. ولكن عايز اقول لك ان الموبايل ده تسعيره عالميا اقل منه في السعر، يعني ريلمي كان حوالي 6000 وكسور، ده مسعر عالميا ب 5000 وكسور وبيحمل نفس المعالج الدايمنسيتي 8100، المعالج الممتاز اللي ارقامه تعتبر ممتازه جدا واقل من المعالجات الفلاجشيب بحاجه بسيطه. يعني لو هنحط المعالج ده مع معالجات الفئه المتوسطه العليا، فعايز اقول لك ان المعالج ده يقدر يتفوق عليهم بكل سهوله، لان فعلا كل ارقام المعالج ده بتقول ان احنا نشوف معالج ممتاز جدا. فاتمنى فعلا ان ده المعالج اللي احنا نشوفه في مصر، لان انا متحمس اجرب المعالج ده بشكل كبير. وحابب اقول لك ان الموبايل هنا بيبدا ب 6 جيجا بايت رام من النوع دي دي ار 5، بيبدا في الذاكره التخزينيه من 128 جيجا من النوع يو اف اس 3.1، وهنا انت عندك 6128 8128 و8256 جيجا، اداء عامه يعتبر ممتاز جدا مقارنه بتسعير الموبايل. اما بالنسبه لتاني نقطه شدت الناس بشكل كبير وهي نقطه البطاريه والشحن السريع، وحابب اقول لك ان الموبايل هنا بيجي بحجم بطاريه ممتاز 5080 ملي امبير، وبيجي بشحن سريع 67 واط، وده رقم ممتاز جدا برضو على فئه سعر الموبايل ده، لان هنا في مصر الموبايلات اللي في الفئه السعريه دي ما زالت بشواحن 33 واط وبطاريات 5000 ملي امبير. اما بالنسبه لثالث نقطه انت ممكن تشوفها ميزه بالنسبه لك وفي غيرك ممكن يشوفها عيب، وهي نقطه الشاشه. هنا الموبايل بيجي بشاشه عاديه جدا اي بي اس 6.6 انش فول اتش دي بلس، جايه بهول بنش في النص وحافه سفليه تعتبر كويسه جدا. ممكن انت تشوف ان الشاشه دي قليله لانها اي بي اس ال سي دي في موبايل ب 5000 جنيه، ولكن حابب اقول لك مبدئيا قبل ما تصدر قرار، الشاشه دي حرفيا بتيجي مع ريفرش ريت 144 هرتز. في موبايل من شاومي كان من حوالي سنه او سنتين اجى بالشاشه دي، وهو ال 200 تي، كان بيقدم شاشه اي بي اس و 144 هرتز في فئه ال 7000 جنيه. فاتوقع ان شاومي هترجع تاني للموضوع ده، شاشه اي بي اس حجمها مناسب جدا وبتدعم ال اتش دي ار 10 بلس عادي جدا، وبتوصل سطوعها ل 650 نتس. اي نعم السطوع مش اعلى حاجه، فممكن بعض الناس تشوف الشاشه دي ممتازه، ممكن البعض الاخر يقول لك لا انا عايز شاشه اموليد. ولكن اجمالا الموبايل بالشاشه دي بالمعالج ده وبحجم الرام ده وبنوع الرام وبحجم الذاكره التخزينيه وبنوع الذاكره التخزينيه اللي هي يو اف اس 3.1 اللي احنا اساسا ما بنشوفهاش في الفئه السعريه دي، فتعتبر حاجه كويسه جدا بشكل كبير. نقطه الكاميرات، الموبايل ما زال محافظ عليها بشكل كبير جدا في الفئه السعريه دي، كاميرا اساسيه، كاميرا الالترا وايد، وكاميرا الماكرو، وحاليا كل الشركات بتتوجه الاتجاه ده بيتنازلوا عن كاميرا العزل. وحوار الكاميرات هو كارقام ممتاز جدا، الموبايل ما قدمش اي تنازلات فيه كهاردوير، اما كسوفتوير لازم طبعا نستنى الموبايل ونجربه ونشوف هل الموبايل ده بيقدم كاميرات ممتازه ولا لا. ولكن حابب اقول لك ان شاومي مؤخرا بقت بتقدم كاميرات ممتازه، انا جربت حاجه زي ريدمي نوت 11 اس وكان بيقدم كاميرات مبهره جدا الصراحه على فئته السعريه، فاتوقع ان الموبايل ده هيكمل الموضوع ده وهيقدم كاميرات تعتبر كويسه جدا على تسعير الموبايل.
الموبايل ده، واتمنى ان تسعيره يكون كويس جدا في مصر. بقيه الحاجات الموجوده في اي موبايل موجوده في الموبايل ده، يعني عندك هنا سماعات ستيريو، عندك ان اف سي، عندك بصمه موجوده في زرار باور، وعندك مدخل 3.5 ملي عادي ما فيهوش اي مشكله. الموبايل حرفيا محافظ على كل حاجه انت عايزها. فتخيل انت معايا كده لما يكون موبايل بيقدم لك بطاريه كبيره 5080 ملي امبير مع شاحن 67 واط، بيقدم لك واحد من اقوى الاداءات ان لم يكن الاقوى في فئته السعريه على التسعير اللي اتسعر بيه بره، بيقدم لك كمان تركيبه كاميرات تعتبر كويسه ومنافسه لكل الموبايلات الموجوده حاليا، بيقدم لك شاشه اي نعم اي بي اس ولكنها بريفريش ريت ممتاز، اعلى ريفريش ريت ممكن تسمع عنه في الفئه السعريه دي، بيقدم لك ذاكره تخزينيه من النوع يو اف اس 3.1. كل التوليفه دي بيقدمها في بدايه فئه سعر ال 5000 جنيه، فدي كانت حاجه من ضمن الحاجات اللي خلت الموبايل ده يبيع بالشكل المهول ده. فانا بصراحه متحمس للموبايل ده، لان كل التسريبات بتقول ان الموبايل ده هيجي فعلا في مصر ولكن باسم مختلف، مش هيكون باسم ريدمي نوت 11 تي برو، هيكون باسم تاني خالص. وفعلا الموبايل ده لو زاد ووصل لفئه سعر 6000 جنيه هيكون صفقه ممتازه، وهيكون من اقوى الموبايلات حرفيا، واتوقع ان الموبايل ده هيكسر المبيعات بشكل كبير جدا في السوق. دي كل حاجه عن الموبايل اللي كسر المبيعات بره. الموبايل اللي باع 270000 نسخه في اول ساعه منه، اتوقع ان الموبايل ده في الايام الجايه هيكسر ارقام اكتر من كده بكتير لقوه المواصفات اللي بيقدمها قصاد السعر اللي بيقدمه. وكالعاده اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.